السلام عليكم وبركاته حق الشباب، معكم زايد في لعبة ستارديو فالي. ونعم يا شباب، قريت تقريبا 90% من نصايحكم في اللعبة، ومدري احس اني شباب اتحمست من اول جلس انتظر اصورها، فبدون ما نطول خلونا نبدأ. اوكي شباب، احد نصايحكم الذهبية يا شباب قلتوا لي اني اشيك على التلفزيون كل مرة، فيلا خلونا نشوف ويذر ريبورت. يقول لي يعني كيف الويذر راح يكون بكرة. انجين وايش بعد؟ فورتشن تيلر. قلت له شباب ان هذا يبين لك حظك. قالوا شو السالفه؟ وات مكتوب الارواح حاليا يعني معصبه راح يخلون حياتك صعبه. لا تكفون الارواح بليز، انا مجرد زنجاب يحاول العيش. ايه وات شو السالفه؟ مو انا بعته ولا ايش؟ شكله يا شباب ما سيفت شيء من يلا، ما في مشكله راح نبيع بسرعه. وصح شباب، في كومنت قال ان خلي شيء واحد من كل نوع عشان ما ادري، يقول بتصلح شيء ما ادري ايش اسمه الصراحه، بس شكرا معلومه حلوه. يا رب ما يجي يوم واضطر اني اشيل واحد منهم بس كذا، عشان يعني مو لغرض التصليح، لغرض ما ادري اني مش فاضي، لان انا عارف نفسي شاب غالب من هالشيء راح يصير. وصح شباب، في كومنت قال لي في خريطه كذا شيء ما ادري كيف. يا سلام، بعد يحدد لك كل شيء. والله كفو عليك يا صاحب النصيحة. يا شباب مدري، نحس ان الالعاب تصير ممتعة اكثر يعني لما انتم تكونوا موجودين، تعطوني نصايح ونطبقها ونشوف فعاليتها، فشكرا لكم. وصح شباب، انتم قلتوا لي بعد اشيك على الزبايل بس لازم انتبه من الناس. اوكي وطف، ما صار شيء. ماذا عن هذا؟ ما صار شيء. ما ايش السالفة؟ مش ملاحقي شيء انا. يمكن بسبب الارواح المخيشة هذولا صعبون حياتي. صدقوا انكم مساكين. اوكي يلا شباب، قاعدين نبيع البارتنر شيب هذا، والحين بنجيب البطاط، لان اذكر ان احد الكومنتات قال لي اشتري بطاط لانه حلو. وايضا يا شباب ما قلت اني يعني كل يوم اكلم الاشخاص المهمين في البلده، ما ادري اتوقع عشان علاقتي تزيد معاهم شيء كذا. ايوه ايش صار؟ في لقطه يا شباب. اوه اهلين من لويس. اوكي ايش السالفه؟ يا له من منظر. هذا الكوميونتي سنتر حق بيليكن تاون. اذكر شباب احد الكومنتات قال كوميونتي سنتر شيء كذا، او ما 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 بقي منها. انزين يبدو انه يعني متدمر المكان، ولا كان هو مصدر الفخر والمتعه في هذا البلده، دائما موجود فيه فعاليات، والان انظر اليه انه مخزي. هذه الايام الصغار يعني يفضلون انهم يتفرجون على التلفزيون بدل ما انهم يتعاونون مع المجتمع. ولكن اسمع لي، انا ابدو كبير في السن، شركة جوجا قاعدين يكلموني عشان ابيع لهم الارض عشان يحولونه لمستودع. بلدة بيليكن تقدر تستعمل فلوس، ولكن في شيء يوقفني من بيعها. اعتقد ان الناس الكبار مثلي يعني يشتاقون للريليكس من الماضي. اوكي يعني يقصد ان المكان يجيب للذكريات، وانا يعني احترم هالمبدا الصراحه، حتى انا ما احب اتخلص من الاشياء القديمه كذا، بس خليها عشان ذكرى. اذا اي احد اشترى عضويه لشركه جوجا انا فقط راح ابيعها. اقول لي يا شباب المفروض اني ما ابيعها صح؟ او ما اشتري ممبرشيب يعني. لنذهب. اوكي يلا شباب ندخل. ايوه هذا هو الكوميونتي سنتر. يا الهي مكان شاب منتهي. ايوه فينسنت وجاز يلعبون هنا. ماي وات شو هذا؟ ايش الاخضر هذا؟ ماذا يقول؟ وات اختفى اول ما شاف. لويس ما الخطب؟ هل انت مريض؟ لا يا حبيب مش مريض، كان في شيء اخضر هنا. ايوه يحسب انه فيران هذا شباب. وات اجين لويس، انظر الى الوراء. او ماي جاد اختفي على طول كذا. ايوه انت يعني تقلقني يا زنجاب. اوكي شباب خلاص، قال راح يروح البيت وما ادري ياكل. اوكي قال يعني ها ممكن تقدر تمسك الفار لو عندك وقت. اوكي شباب قدرت ادخل هالمكان يعني، وهنا في نوته بس ما ايش قاعد تسوي؟ انا قاعد اسقيها. واو وات اف، هذا هو شباب، هذا هو، بس هذا واحد لونه اصفر. خلونا نروح لشباب. اند اوف كورس هذا وش بعد؟ وات ذا هيل، شو هذا طلاسم؟ ما اقدر اسوي شيء. اوكي شباب استكشفت المكان كامل، ما اقدر اسوي ولا شيء حرفيا ولا شيء، فخلاص خلوها بعدين. الحين ايش كنت بسوي صراحه؟ نسيت. ايوه صح شباب، انتم قلتوا افضل طريقه يعني تجمع فيها فلوس في البدايه انك تصيد، بس يا اخي شباب الحين الارواح معصبه علي، وايضا شباب قلتوا لي اني اخذ هذا الصدف وابيعها، فايب انا اتفق معاكم، فكره حلوه. ايوه شباب شو هذا؟ وطف في تشست. اوكي شباب اتوقع اني اخذته. يا ليل، لا لا يا اخي والله السمكه كريهه. استغفر الله واتوب الي، اخيرا بعد سنتين يا عمي. طيب هيرنج وايش بعد؟ ايوه التشست. وات ذا فحم. اوكي اتوقع ان عندي فحم اوريدي ولا؟ عموما شباب خلاص راح نصيد، يعني بنطول نوعا ما
ونرجع. يا اخي شاب الصيد ممل 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 مره يا عمي. ادري شاب ان اكثر طريقه فعاله في البدايه بس ما ابغى اصيد، والله ملل مش طبيعي يا عمي. تقعد تنتظر بعدين تحارب السمكه بعدين مدري ايش. يا ريال ما يحتاج ولا شيء من هالامور، اوكي ما يحتاج نصيد ولا شيء، لا راح نجيب فلوس بطريقه احسن. بعدين يا اخي ما ادري السبيرتس مره معصبين علي فعليا، انا حظي مره زباله. ايش هذا؟ مو بملاقي شيء في الزباله، مو بملاقي ولا شيء. فانا اشوف شابنا ننهي هذا اليوم لانه يعني فعليا السبيرتس ما خلوني في حالي. هذا شاب شيء واحد جديد سبستيان، وهذه بام قابلنا هذه ولا لا؟ والله شاب ماني داري. اوكي حلو شاب وصلنا لفارمينج ليفل 1 الحين شاب، اقدر اصنع فزاعه. انتم شاب قلتوا لي اصنع فزاعه، اوكي هو ليفل 1 فيشينج نوب، حتى لو ليفل 10 ما بصيد. اوه شاب مكتوب السبيرتس يعني ها حلوين، راح يكون عندك حظ حلو. يا سلام هذا اللي نبغاه. الله يشيك في هالشيء يا عمي، ننهي اليوم بزيرو ارباح كالعاده. قول الشر صار يا شباب، يقول مصادري انك انت يعني قاعد تلعب في الكوميونتي سنتر، ليش ما تزورني؟ مكاني هو في اليسار من المدري ايش. ايوه شاب يقول ان اعرف مشكلتك مع الفيران ساحر وطف. خلونا شباب نشوف الخريطة، أتمنى إنه موجود صراحة. ها هذا يا شباب اصبروا، مكتوب ويزرد تاور. أوكي والله حلو، يبينا نزوره شاب. أوكي شباب أتوقع الخريطة تقول لي أروح من هذا الاتجاه مفترض يعني. أيوة أتوقع وصلت. يا السلام حلو. طب شباب حين يلا نروح على اليسار. أيوة هذا هو ولا؟ يا السلام أتوقع وصلت شاب. يي بوي هي ويزرد، كيف الحال؟ ايوه حلو في لقطة. يا ساتر شو المكان بعد ول؟ نعم تعال الى هنا. الساحر شرشبيل ولا اسمه رزموديوس، سيكر اوف ذا اركين تروثس، ماستر السفن المنتلز، وايضا كيبر اوف ذا سيكرد. نعم نعرف يب، هو خلاص يو جيت ذا بوينت، يب فاهم عليك انت كل شيء. وانت يا زنجاب الشخص اللي انتظرت مجيئه ديم يا شباب، انا المختار. اوكي شباب يقول يبي يوريني شيء. ايوه بيقول شو السالفة؟ وطف هذا الفار يا شباب ولا؟ ايوه وش السالفة؟ الموسيقى شباب ما ادري كنا صارت مرعبة. انت شفت هذا من قبل صحيح؟ ايوه يسمونهم جينوموس. ايوه يقول انهم هذول يعني يرفضون انهم يتكلمون معاك. ايوه ارواح غريبة هذول يعني لسبب ما ما يريدون يتكلمون معاي. صور هذول الارواح اللي يقولوا لك ان حظك كيف بيكون ولا ايش؟ طيب كيف اشكالهم يا عمي؟ اوكي ما ادري ليش هم راحوا للكوميونتي سنتر ولكن ما عندك سبب انك تخافهم. وش السالفه يا حبيبي؟ قول لي وش السالفه؟ هاي يقول انك انت لقيت شو اسمه؟ سكرول يعني بكلمات غريبه اللي هو ذاك شاب الطلاسم. نعم. وطف يقول راح يشوفه. اخي بيطول هذا ولا؟ اوكي يختفي حلو. طيب يا شباب نقدر نسرق ولا شيء؟ افا ليه ما نقدر نسرق؟ وطف مسرع. ايوه يقول شاف النوت. ها وش رايك؟ يقول قدر انه يترجمها. ايوه هذا شاف ترجمه النوت. نحن الجينومو يعني سعيدين ان نساعدك، في المقابل نحتاج يعني هدايا من التل او من الفالي. اذا انت شخص واحد مع الغابه فراح تشوف طبيعه هذا السكرول. يمكن يقصدون الساحر نفسه صح؟ هي بتساعدوني كيف يعني؟ اعطيكم هدايا شو؟ اعطيكم اي هدايا؟ ايوه ون وذ ذا فورست، ماذا يعني هذا؟ يعني انت. اوكي شاب يلا قال لي تعال. ما ايش بيسوي هذا؟ يبي يرميني في الكالدرون شكله. زنجاب لا يا زنجاب. يقول الكالدرون حقه فيه لي فيه له وصفات من الغابه. بيبي فيرن موس قراب ما ادري ايش شاب، هل تستطيع ان تشتممه؟ تشتممه كلمه هذه ولا ايش؟ وطف يقول اشربها. لا يا زنجاب انا شوف خذها مني. لا نعم اشرب ماي احسن، لا تشرب هالشيء. وطف ليش اشربها؟ وطف 38 انرجي. اوه بيزول. الو شباب، الو زنجاب هل تسمعوني؟ يا ساتر ايش صار؟ ايش هذا؟ في اشياء خضراء الان صار اخضر. شكلي خلاص صرت one with the forest، صرت شخص واحد مع الطبيعه والغابه. one with the water، one with. اوكي لا خلاص. طيب ايش قاعد يصير الحين؟ والله ماني داري شاب، خلونا ننتظر ونشوف. ايوه انت الحين عندك قوه سحر الغابه، تقدر انك تترجم معنى سكرولات الجينومو. وطفي بس كذا؟ اوكي شباب الحين افترض اني ارجع للكوميونتي سنتر صح ولا؟ بس خلونا شباب نرجع على السريع هنا. اوكي جيجي شباب هذا يقول ما فقط اللي اثق فيهم هم اللي يدخلون. شيء ايوه اتوقع اول مره نقابله سام. والله ما ادري شباب انا مين قابلنا مين ما قابلنا ما ادري الصراحه، بس حلو 21 من 28 نايس. يا شباب شو هذا؟ انا افتش كل زباله ما القى شيء. وين السبيرتس ونا؟ قالوا ايش اكسترا لك؟ ما في لا اكسترا لك ولا شيء يا عمي، خرا عليهم زبايل. اوكي يلا شباب نشوف. ايوه
شنو ذي بعد؟ ها اتوقع هذه الطريقة اللي تصلح فيها الكوميونتي سنتر صح؟ اوكي يا حبيبي والله في اشياء كثيرة عسة 99 خشب وات هيل بس تصدقوا شوف هذا اقدر اسويه فيلا حطينا الاولى والحين راح اجيب هذول الثنتين او الثلاثة اوكي حلو شوف ما يحتاج اني اروح اخر الدنيا ومدري ايش لا اوكي يحتاج اروح اخر الدنيا جي بس اوكي حلو يعني على الاقل يقول لي ايش اللي احتاجه وكذا اوكي يلا شابان حطينا هذا باقي بس حبه يا اخي اول كان عندي بس ما ادري اتوقع بعته وشي كذا شيء يا اخي اوكي شاب عرفت كيف اطبخ ستير فراي اللعبه فيها طبخ تو ندري الصراحه وطف شوف الحيوان اخذ البطاط ولد ال... لا حول يا اخي المسخره يا اخي ما سويت هذا البخيس هذا الحين شو بقدر اسوي يلا ها جيب هذا وجيب هذا وجيب هذا انا اوريك الغرب الكلب طيب يلا اتوقع شاب اني راح اوديه هنا اخو والله قهر يا اخي سرق علي البطاطا الحيوان البطاطا اللي اشتغلت عليه سنين خلك قد يا الغراب خلك قد يا اخي انا مش قاعد اتقدم في الايام احس ان شاب اشتري كل شيء يا عمي كل النبتات ويصح شاب الحين يوم ميلاد مين هذا لويس لازم شاب ندور عليه في اي مكان اخيرا لقيته يا عمي قاعد ادور عليه من اول يلا هديه لك هذه بما ان عيد ميلادك او يوم ميلادك هابي بيرثدي يا لويس هابي بيرثدي الو الو لويس اسمعني او حلو شاب يعرف اني انا قاعد اشتغل على الكوميونتي سنتر كيف بس الحين شاب هو زاد عنده قلب صح ولا افا ليه ايش هذا شاب ولا واحد عنده قلب يعني اوكي صح اني جديد بس اشتل لازم يكون متقبليني شوي بس جي بس يلا شاب سوينا الاتشيفمنت هذا اللي يخليك ليفل 1 ما ادري كم هذا فحلو انا وشو هذا شاب البيلد اكوب انك تبني شو اسمه اسطبل اتوقع اوه حي حي يا جوج اوكي شاب اتوقع هذا هو الكاربنتر فالحين نروح كذا اتوقع نكمل فوق وخلاص نوصل ايوه بستد اتوقع هذا هو ايوه حلو ها هذه يا روبن حلو شوب خلونا نشوف ايش تبيع اوكي تبيع خشب تبيع اشياء حلوه شوب ديكوريشن يعني تبيع اثاث ومدري كيف طب لو مثلا بطور بيتي تقدر تكبر البيت السايز حقه وتضيف مطبخ عشان تطبخ اوكي اوكي هذا بعدين يا شباب يحتاج وقت واتف هذا تحتاج 4000 4000 شو هذا يا شباب والله شيء لي خاص راح اتقبل الواقع واصيد سمك والله يا اخي الفلوس صعبه يا عمي لا ما في بالمزرعه والمزرعه تقعد سنتين عشان تخلص وفوق كل هذا يجي الغراب الكلب يشيل عليه كل شيء واو الله الشباب للاسف اعتقد اني راح اصيد ايوه شباب هنا في شخص جديد حلو شباب خلونا نروح له ارحب ارحب يا الشخص الجديد قص وات قص فرينج نايس هذا يبيع شاب اكل شوف خبز وسباجيتي وكوفي جميل والله جميل ايوه شاب هل اقدر اصيدهم ولا انت افا بس كني بسرعه صدت يمكن تفرق صح ولا اوكي واو التشست يعطيك 4 حجر بس يا اخي شاف في كومنت قال ان في كذا في كذا تجي فقاعه يعني ما ادري كيف تصيد احسن او شيء كذا بس يا اخي شاف الفقاعه صارت الحين مش موجوده ايوه شاب في فقاعه ليش كو يلا خلونا نجرب يا اخي مش تصيد هنا يا عمي وطف ليش قاعد اصيد على تحت غبيت وليش ايوه حلو صار شيء ازرق يلا يلا شاب متشوق هل سوف اصيد الاول بلو ولا لا انا اتوقع انه الاول بلو صح ولا انت وطف ايش هذا نفسه افا وانا احس اني راح اصيد الاولد اول بلو ولا شذا شاب جيود وفحم واشياء يا اخي والله الانفنتوري حقي مره مخيس يا الله اوكي حلو شاب سويت مهمه ويلي اللي قال صيد 3 سردين حلو شاب اعطاني فلوس وايضا راح اقدر ابيعهم كلهم علشان نسوي شاب خلاص تقبلت الامور ملزوم علي اني اصيد شاب ملزوم لانه ماشي فلوس ماشي اوكي شاب وقفت التصوير وما ادري شاب فجاه جتني هذه مارني فيلا الحين شو ايش السالفه يقول يو سي ذا سكات ايوه تقول انه شفته برا المزرعه حقتك وش المعنى؟ المعنى اللي بيكون عندي صديقي يا سلام هل سوف تتبنى هذه القطه؟ نعم اوه ايش اسميه يا سلام لعبتي بسميه شاب عنتر ايش رايكم؟ ارحب يا عنتر ارحب ويلكم ويلكم يا عنتر ولت العنتر لازم تكون قط جيد صحيح نعم يا عنتر يا سلام الحين احس انه بيكون وضع في يعني ها في حياه وطف وين القطه لا تقول لي داخل داخل طب الحين شو اكلها بعد ولا كيف والله ماني داري شاب بس زي ما تشوفون صح شوفوا كيف المزرعه صارت
والبطل طلع يا سلام. فيا شباب انا يعني خاص وقفت التصوير شويه قعدت اشتغل لان هذه اللعبه شرط تتطلب جرايند، قعدت اصيد اسماء، قعدت مدري ايش، سويت شغل يعني بالاصح. فانا احس اني شاب قبل ما اصور لازم العب خلف الكواليس شويه. وشوف في شيء ثاني، شوفوا كيف لويس صار عنده قلب، فشيء جميل. وصح يا شباب الحين هذا يوم ميلاد الورع فلازم نجيب له شيء. اند اوف كورس الزبال هذا لما تحتاجه يكون مسكر. واو ايوه هذا هو شاب الورع. ارحب ارحب عندي لك هديه خذ. مع انه حسه ما يحب هذا ولا بس هو ما يهتم في الهديه، يهتم في انك تتذكر ان يوم ميلاده. اي ماي بوي فينسنت. اوه والله حلو، بعد هذا زاد قلب نايس، يعني شغله يعتمد على الشخص. الشباب احنا ما نريد هذول الشباب، نبغى ينوى تيمين يا شباب، نبغى الحسناوات. يا اخ والله شاب مش معقول يا شاب، كل مره يقول لي لك ويل نوت يور بي انسر. شو هذا يا عمي؟ يعني الصراحه شيء نرفز الصراحه. شيخ اللعب مره بطيئه يا اخي، تحتاج 50 يوم بس عشان تطلع فلوس، متى راح نوصل للمتعه؟ يعني هذا الشاب احتج سنتين عشان ينبت، وهذا ما ادري يا عمي من اول هو واقف نفس كذا، ما ادري متى بينبت حرفيا. اوكي يلا في كويست يقول دور على الاكس حقي من روبن. انا ايش اعرف امي وين الاكس يا عمي؟ والله شوف 880 اتوقع المره شوف خلاص راح نصير اغنياء. فيلا شباب ليتس جو كلهم يا حبيبي. يو يا الفلوس اخيرا، بس 2400 خلاص احس ما اكتفيت يا اخي، لازم بعد. الله يا اخي شوف احس اني مليت من اللعبه الصراحه. يا اخي شوف هي لعبه حلوه اوكي بس مش مناسبة لي اتوقع، هذا هو السبب. ايوه صار شيء انه يعني في له ريحه، شو السالفه؟ ايوه العيال هذول قاعدين يسوون شيء، الورعان بيجيبون العيد. يقول ليش مقفل؟ يبي يستكشف هذا، تستكشف مجاري غبي انت. شو ايوه مكتوب قنثر عند المفتاح. لازم نسال قنثر الشخص اللي في المتحف ليش عنده؟ شفت المفتاح يطيح من جيبه. اوه حلو والله، معلومه حلوه شكرا. ايوه شو الصوت هذا؟ وطف ايش السالفه؟ شافوا مخلوق وليش؟ ايوه يقولون في شيء يتحرك داخل. ما في شيء، كلها هلوسات ولا شو تقول يا زنجاب؟ هلوسات ولا مش هلوسات؟ اند قول وطف. خيب شو النطه هذه؟ اوكي شكلها مو هلوسات. جي اتشوق صراحه، لازم اكلم هذا يا شاب مدري مين. اوكي حلو الحين بديت اهتم صراحه شويه، بس انا الحين يا شاب ممكن تقولون ايش قاعد تسوي الحين؟ قاعد ادور على الاكس حق روبن، مكتوب ايش؟ ساوث اوف مارنيز رانش، وهذا مارنيز رانش. فالحين لازم ننزل تحت، يا رب نلقى الاكس بسهوله بليز. ايوه في هنا شيء، والله يا حبيبي اسرق امه يا حبيبي. شيء ليتر وببيعه بعد. اي نعم ببيعه، شكرا يا اللي زرعت هذا الشيء شكرا. بستد لقيت الاوكس يا بوي. اوكي شباب الحين يلا لازم ارجع لروبن، ارجع لروبن تشان. اتوقع شباب انه راح تعطيني الاكس صح؟ مفروض صراحه لاني انا لقيته وانا اللي لازم اخذه. يا اخي ما في فاست ترافل هنا ولا شيء، والله مشوار تقعد تمشي اخر الدنيا، ولا مثلا طريقه تصير سريع ولا مود يخليك سريع. ايوه هذه يا روبن، اي لقيت الاكس. حلو شباب تقول لي ثانك يو، وات بس كذا؟ و 250 درهم؟ افا ايش هذا يا شباب؟ اوكي لا خلاص ما صرت مش مهتم. يا اخي والله شباب طولت يا عمي، قاعد العب يمكن تقريبا 3 ساعات، خلاص احس اني مليت. ممكن لو شباب نكملها راح نسوي حركه اني العبها خلف الكواليس واجهز بعض الاشياء بعدين اعطيكم المحتوى، اما اني العبها كذا وانتظر احس ملل صراحه. خلونا شباب بس نبيع هذه الاشياء اللي هنا، نعطيها نومه شباب ونشوف كم بيزيد فلوس. اوكي ليفل 2 فارمنج، اوه حلو شباب اقدر اسوي ستون فنس، مايونيز ماشين، اوه الحين بدا سبرينكلر اخيرا. هذا شباب من اكثر الاشياء اللي تمللني اني كل شوي اقعد اسقي ماي اسقي ماي اسقي ماي، 50,000 نبته موجوده. بس حلو شباب هنا في اتوقع احد الكومنتات قال لي جيب بيض عشان تسوي مايونيز شيء كذا. حلو 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 حلو، اوكي لا خلاص الاهتمام بدا يرجع. حلو فوريجنج 184 نايس. اخيرا ذا داي از ان يور هاندز، اخيرا. ايش السبيرتس الخرا هذول يا عمي، والله ذلوه امي هذول. عموما شباب اتوقع انه خلاص يعني ودي اكمل زياده صراحه لكن بنطول مره، فان شاء الله في الحلقه الجايه راح نروح الايفنت وراح ما ادري نجرب المايونيز والاشياء هذه. وبس اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والى اللقاء.